يسأل سائل ماذا يفعل من عنده وسواس في النية وتكبيرة الإحرام، يقف فترة طويلة لحد ما يدخل في الصلاة. أنصحه أن يرقي نفسه وأن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى. وبعد، فإن عليه أيضا وكما ينصح الأطباء المختصون أن يعرض نفسه على طبيب من أطباء الأمراض العصبية والنفسية مع دعاء الله سبحانه وتعالى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء.